اللي عالقة في بالي عدة ذكريات في رمضان. أولها كنا أول حاجة علقة في بالي الطنطاوي الله يرحمه، علي الطنطاوي، لما يجي وقت الفطور ويحطون علي الطنطاوي ويتكلم، هذا إلى الآن عالق في بالي. وعلق في بالي أيضا أم حديجان. إيه الله الله يرحمه، يوميات أم حديجان، يوميات أم حديجان في ليالي رمضان، نقدمها يومية نقدمها يومية. هذا علق في بالي. أيضا علق في بالي الفيمتو، لازم حاضر يوم كنا صغار، الفيمتو القيمات السموسة، يجي في آخر الليل السحور، ها اللي في بالي نور على الدر. يعني هذه أشياء جميلة جدا كانت أذكرها وحنا أيام. شلون كانت تجي نور على الدرب؟ شلون نور على الدرب؟ أسئلة. برنامج يومي. كمل. برنامج يومي. برنامج يومي يجيب فيها أصحاب الفضيلة. يجيب فيها على أسئلة فضيلة. لا لا، على أسئلة المستمعين. المستمعين. البرنامج بالإعداد وتنفيذ وتقديم. أيوه. جسم سليمان الشبانه. سليمان الشبانه انا اذكر سليمان. ولا شويش شويش. لا لا لا، قبل شويش. كلهم شويش. قريب ذا الغامدي شو اسمه؟ والغامدي عبد الله فرح الغامدي. عبد الله.